سعد صباحك مدام. صباح الخيرات. صباح الخيرات يا رغد. صباح الخير للجميع، تضلوا بخير دائما، ايامكم سعيده، مرتاحين ومبسوطين. اليوم 12 تموز، يعني 12/7. تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. كواكبنا ما زالت في اماكن عطارد للسفر والاوراق الى جانب الزهره للحب والارتباط، يتقدمان في برج الاسد. يعني انتم عم تتخيلوا حكايه انه سفر، اوراق، قصص العلاقه بارتباط في برج الاسد عم بيأثر ايجابا على مولود برج الحمل والقوس قطعا بقصص عاطفيه ايجابيه او قصص العلاقه بتحسن وظيفي. ما زال المريخ يتقدم في برج العذراء، يعني شويه تحذيرات صحيه للجوزاء اضافه الى برج القوس اضافه الى برج الحوت. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل لليوم عم بيناقش بعض الامور الماليه، ما تزرع تحصد بالأخير. أكيد في تقدم بالعمل هاي الفترات، بس عم تضطر لصرف إضافي. ما بعرف، التوازن مطلوب منك على كل مولود برج الحمل، ولازم تنتبه شوي على مصروفك مشان ما تنشغل بأمور مالية تضايقك شوي. مولود برج الثور اليوم الأمور جيدة بالنسبة لك وإيجابية، وغالبا يوم للتغييرات، للقرارات، لتضع النقاط على الحروف، لتفيق بكير، تغير شيء بحياتك، بشكلك، بعلاقاتك، بنومتك، بفئتك. يعني لست كاملا على كل الأحوال ولا حتى الآخرين، يوم فيه تعارف أو مصالحات. مولود برج الجوزاء اليوم في عنده شحنة من التسلط عم بيستعملها مع غيره، يعني ما كتير أريح، ما كتير مرتاح، يمكن في عنده نوع من أنواع المضايقات، نميمة، عتب، أخذ وعطاء. هي الأيام أيام فيها هيك كسل أو نزق عاطفي أو محتاج مساعدات، يمكن عصبي أو منفعل. هلأ ابتعد عن المواجهات مولود الجوزاء اليوم. مولود برج السرطان بالعكس الأمور لقاله إيجابية، عم يستكمل مسيرة أفراح، عم يفرح لدعم ربما خاصة على الصعيد الاجتماعي. هي الأيام وجود كوكبين مهمين بالنسبة لك في برج الأسد بيت مالك عم بيخلي الأمور المالية جيدة، يمكن عم تفرح بجديد، ويمكن في قضايا مهمة، بس الأكيد أنك محبوب ومرغوب اليوم. مولود برج الأسد الحياة أنت أكثرنا تعباً، ما بعرف يعني تعبك سببه أفكار ولا سببه نقاشات أو نزاعات أو شجارات. طبعاً أكيد النقاشات اليوم مانا مجدية. حاول تبتعد عن إعطاء النصائح لغيرك، خاصة وأنت عصبي أو عنيد، لأنه عم تنفهم بطريقة خاطئة، أو ممكن يكون في نوع من أنواع سوء التفاهم، محبط أو يائس، أو حواليك نوع من أنواع المضايقات. هلأ يوم عابر، استنانا بس للمساء، لبكرة أمورك أفضل بكتير. برج العذراء اليوم أحد الأيام الإيجابية خاصة للمحبة وللتأثير الجيد في الآخرين، كأنك قاعد اليوم عم تحكي، عم تناقش، عندك غفران أو محبة أو سفر أو نوع من أنواع التفاهم بينك وبين محيطك. اليوم عم يجمع العذراء بين التسلية والعمل المفيد والأخبار الإيجابية. مولود برج الميزان اليوم في قدر وحظوظ عم بيساعدوك لترتب أمورك. اليوم قادر تصل لهدفك، سواء كان بورقة عم تساعدك، سواء بلمة شمل، سواء عم تأثر بسير العمل، الأمور العلاقة بمشاركة مع الناس بعض الخطوات المهمة أو بعض هيك لمة شمل جميلة. إن شاء الله أيامك سعيدة. مولود برج العقرب اليوم أنت اللي متضايق من وجود الناس حواليك، ضايق خلقك وحابب تقعد لحالك، وما بعرف قديه لازم أنصحك أنه تنتبه على أمورك، تعزز ثقتك بنفسك. في غيرة كأنه عرضة للديكتاتورية من الآخرين اليوم، أو عندك شعور بالإحباط. هلأ أنا بقول ما في شيء سيء عموماً، بس نقاشاتك اليوم شوي عصبية. مولود القوس 100,000 قصة شغلته، واليوم الحقيقة يوم جيد بالنسبة لك، مع أنه شغلك كتير ومساعدات قليلة أو في ضعف بالمشاركة من الآخرين. انتبه على مسؤولياتك الإضافية، يعني عم تشتغل كتير اليوم، في زحمة أعمال، زحمة تفاصيل. قدر إمكانك ارتاح لك نوم الظهر، عد لك شوي هيك لحالك لتهدى وتروق وترجع تجدول مشاغلك وتنظم أمورك، وانتبه شوي عموماً على المستوى الصحي. مولود برج الجدي اليوم الأمور لقاله إيجابية وجيدة، يوم في قصة عاطفية
ممكن تكون حلوة. كوكب العمل يمنحك بركاته، هي على فكرة هاي الأشهر الأفضل تعتبر للعلاقات، للسفر، للعمل، لتبتسم وتحصل على نتائج ترضيك. أحد الأيام اللي عم تفهم فيها وجهة النظر الأخرى. مولود برج الدلو اليوم أنت اللي قلقان، مانك مرتاح، ما بعرف في عناد أو شجار أو نوع من إنه أنواع التهور بالقرارات، أو يمكن ببساطة مشوش الذهن، فالأمور بالنسبة لك بس بحاجة لشوية توازن. عندك حساسية أو عناد على الغالب، في نوع من أنواع هيك القلق يمكن على أمور شخصية أو حتى بالحدود الدنيا، شوية إجابات متسرعة. مولود برج الدلو اليوم عندك مولود برج الحوت، عم تنهي قلقك اليوم، مشرق وحابب تتواصل مع محيطك والظروف مساعدة، سواء للتقارب، لترمم علاقاتك، ليكون في لقاءات شيقة، روابط متينة، لحظة مفرحة ربما. أنت أكثر انفتاح وجرأة وتتميز بالمحبة والألفة مع الآخرين. خليني عايد مولود اليوم، مولود 12، الكائن الذي يكره الروتين، اللي بيخافه وبيأمل تكون حياته دائماً مليانة أكشن ومليانة مغامرات وتجديد. عاشق لشخصيته، ليس أنانياً، محبته للآخرين واضحة، من الأشخاص اللي بيوقفوا جنبك وقفة صديق وفي عموماً، مهما كانت العلاقة بينك وبينه باردة. يمكن ما يحبك بس الأكيد ما رح يعرف يكرهك، بعيش حالة من الحب الدائم ويندفع لمساعدة الآخرين. سنة كتير مهمة لقوة الإرادة، لحظوظ، لقرارات جيدة، لصداقات، لتتسلق سلم المجد خطوة خطوة ولترتب أمورك بشكل إيجابي، خاصة على الصعيد العاطفي هالفترات تعتبر الأفضل. رسائلكم أكيد على 18:45 من أي موبايل داخل سوريا. هدى عم تسألني عن أمورها 96. أمورك جيدة جداً يا هدى، إحدى العوامل الأفضل اللي ممكن يكون فيها تغييرات بالثلاث شهور القادمة. أنا بظن قبل الشهر العاشر ممكن يكون في شيء إيجابي أو مفرح بالنسبة لك، يا رب. بشرة عم تسألني، بنت سعيدة، والله كمان الحظوظ مساعدة جداً لك يا بشرة، بس أنت حدا شديد الحساسية وبيرسم الأمور بالمسطرة، يعني هذا صح وهذا غلط. خففي كتير بهاي الأيام من هاي الحكاية المسطرة اللي بتضلي تقيسي فيها الناس، وتحملي لك شوي، لأنه كلياتنا صايرين غلط نتيجة الضغوط اللي عم بتمر فينا. ديما عم تسألني عن حظوظها، يسعد أوقاتك يا ديما. والله يا الشهرين ضغطين، أنا بعتبرهم هدول الشهرين للخسارات على المستوى الشخصي وبامتياز، عمات، خالات، جيران، رفقة، شريك عاطفي، في خسارات، يعني نترك، نقلب صفحة، نفتح صفحة جديدة. على هاي القصة دي ما أنت بتحبيها، ما عندك مشاكل فيها، بس أنا بخاف عليكي من تسرع باتخاذ القرارات. أنت حدا بياخد قراراته أصلاً بسرعة، ما كتير بتفكري فيها، فبس طولي بالك وخدي القرار اللي بيريحك. سجا عم تسألني عن أمورها، سنة جيدة جداً بالنسبة لك يا سجا، إحدى العوام الأفضل، غالباً بين السابع والتاسع ممكن يكون في ارتباط، مع أنه كل السنة مبشرة لك. غدير بنت ريم، يسعد أوقاتك يا غدير. غدير هالأشهر جيدة لك، روحي ما أنا سيئة أبداً. هلأ بالنتيجة إذا متوقعة يفتح لك منجم ذهب تحت باب البيت، فأكيد القصة ما أنا هيك، يعني لا عندك ولا عندي ولا عند حدا، بس بالنتيجة قصدي الأمور جيدة بالنسبة لك خلال الأشهر القادمة. لميا عم تسألني عن أمورها، هي وزوجها حيدر، يسعد أوقاتكم. يعني اثنيناتكم يفترض نفس البرج يا لميا، برج الناس المبسوطة خلال الشهرين الثلاثة القادمين، في خبر عاطفي أو عملي ممكن يكون إيجابي، في خبر رح يدخل بيتك ويسعدك. ما بعرف إذا القصة بيبي مثلا، ما بعرف إذا القصة مالية، بس الأمور جيدة لألكم أنتوا اثنين. يزن دندشي، يسعد أوقاتك يا يزن. هلأ أنا بشوف الأمور ضاغطة قليلاً يا يزن، خاصة عاطفياً عائلياً، يعني مشاكلك جوات بيتك، فما بعرف أنت شو متمني، شيء ما أظنك كتير تحققه بهذا الشهرين، بدك تقريباً ل16، يعني للعاشر، من بعد العاشر بقى الأمور بتبلش تستقر. هلأ هالشهرين شوي هدي، يعني ما تحاول تصطدم بمن حولك، خاصة عائلياً. إربان
كردي، يسعد اوقاتك يا قربان، ضلك بخير حبيبي، والله امورك جيده، هاي فترات جيده جدا ماليا وعاطفيا، احدى العوام الافضل اللي ممكن يكون في تغييرات. فاطمه بنت رحمه ومحمد ابن فاطمه، يسعد اوقاتكم. هلا انا بشوف هاي العلاقه للتجاذب اكثر منها للتوافق كتفاصيل يوميه، يعني الاشياء الصغيره انتم بتختلفوا فيها قطعا قولا واحدا، يعني انت حدا بيحكي كثير، بيناقش، بيعترض، مستاء، هو حدا صامت هادئ ما بتعرفي شو بده، بس بالنتيجه صينيا علاقتكم جيده جدا، وممكن يكون في خطوات مهمه هاي السنه. انا بشوف علاقتكم ضمن الاطار الجيد، بس روحي حطي ببالك انه هالشهرين ما كثير في حظوظ لاتنيناتكم إلا لبداية جديدة ممكن، بس التغيير أنا ما أظن، أنا أعتقد إذا في تغييرات رح تكون للتاسع. لين أنا بكالوريا، يسعد أوقاتك يا لين. لين عندك حظوظ مساعدة جدا، وأنت بنوتة شطورة، هلا إذا احتجتي تكميلية في عندك فرص كمان جيدة، بس الأمور لإلك إيجابية يا روحي. عمار ابن عفاف، يسعد أوقاتك يا عمار، والله الأمور جيدة بالنسبة لك هذا العام، بس المشكلة عم تسألني عن الناحية الأتعب وهي المال، أمورك المالية أنا ما كتير بشوفها الأريح يا روحي. العمل ماشي حاله، أمورك جيدة بالعمل بس مو مالياً، مشكلة كل شيء عم يدخل عم يطلع وفوقه، يعني هيك عم يصير. نبيها عم تسألني، يسعد أوقاتك، أنت عم تسأليني عن الناحية الأكثر تعباً يا نبيها، إنه أمورك أبداً ما أنا مريحة هذا العام عاطفياً بالذات، لا الثامن ولا التاسع ولا حتى هذا السابع، أشهر متعبة وفيها صدام مع الآخرين، وأنت حدا عصبي ومستعجل ومانك حدا بياخد قراراته بهدوء، فريلاكس حبيبتي ريلاكس، مو هلأ لازم نخلص كل أمورنا ومشاكلنا. جعفر فندي، يسعد أوقاتك يا جعفر. جعفر عندك سنة بتاخد العقل، مو هاد الشهر اللي بعده والبعده اللي بعده، ما رح تقفل السنة إذا أراد رب العالمين طبعاً أولاً وأخيراً، إلا وأنت سعيد ومبسوط وعندك تغييرات. بالعكس أنا بقول هاي السنة حتقول إنه أنا السنة عملت كذا، يعني هاي سنة التذكر إنه أنا بسنة 23 ارتبطت، زوجت، سافرت، اشتغلت، يعني هاي السنة اللي خرجت تعمل قصة ممكن تكون إيجابية وجيدة. يسعد أوقاتكم وتضلوا دائماً بخير.